مغامرة، عن الوطن مغادرة، وفي المهجر أوراق مزورة، ثم سفر، ثم زوارق وخطر، ومهربون جشعون، وشرطيون مرتشون. آهٍ، حانت الآن الاستراحة، ينالها المحاربون، حتى في المعارك الفتاكة. قمر وشمس ونهر ونخيل، صنوان وغير صنوان، يذكر المرء بالأوطان، وشعب مسالم كان هو الآخر ضحية الطغيان. انتهت الحكاية، وكأن النهاية كانت في المحكمة. محكمة، صاح الحاجب، وقف الجميع، من مات ومن غلب البحر وعاد. ضجت القاعة، يشكي الأطفال الآباء، يتهم الفقراء الأغنياء، يسب الضعفاء الأقوياء، الرجال تلومهم النساء، والجميع يلعنون فقرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم. الضجة خلف الأبواب، الناس والحراس والجلاد، القاضي يسمع الادعاء والشهود والاتهام، ثم يصدر الأحكام. يعدم كل من يحاصر العتبات والحليب في صدور الأمهات والأرجوحة وفساتين الصغيرات. يعدم كل من يحاصر المشافي والحقول والحدائق وكل مغرد عصفور وقاعات الدرس والتبشور. ثم يلتفت القاضي إلى الحضور، إلى المهاجرين والمهاجرات، الأحياء منهم والأموات، ويقول: يدان كل من يهجر الأوطان ويدع الحكم للزبانية ولا يزرع في الأرض المقاومة. إلى الملتقى.